مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث التي سنخصصها للحديث عن زيارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر للجبهات العسكرية ودلالاتها في سياق معركة صنعاء المرتقبة. بعد عامين من خروجه يعود الفريق محسن إلى صنعاء أو إلى أبوابها على وجه الدقة. حديث كثير عن هذه الزيارة التي يبدو أنها ليست مجرد زيارة تفقدية على النحو الذي جرت عليه العادة في المرات السابقة، ومن أهم ما يقال هذه المرة هو أنها ترجمة فعلية لتوجه الشرعية نحو الحسم العسكري الذي طالما لوحت به في وجه الانقلابيين. يعرف الفريق محسن بأنه مفتاح صنعاء حتى قبل أن تنطلق معركة استعادتها، نظرا لما يمتلكه من علاقات واسعة مع قيادات الحزام القبلي المحيط بالعاصمة، والتي يرى البعض أنها تحتاج إلى رجل يجيد التعامل مع مخاوفها، وذلك ما يبدو أنه المهمة المناطة بالفريق محسن وفريقه. في حلقة هذا المساء سنناقش دلالات زيارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الجبهات العسكرية المحيطة بالعاصمة ومآلاتها في إطار ما بات يعرف بمعركة الحسم. نبدأ النقاش ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. زيارة تفقدية كسابقاتها أم عودة أخيرة لقيادة معركة إسقاط الانقلاب؟ الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس والواجهة العسكرية للسلطة الشرعية على أبواب صنعاء في زيارة أثارت الكثير من الأحاديث حول دلالاتها والمسارات التي ستأخذها معركة صنعاء المرتقبة. مصادر مقربة من الفريق الأحمر أكدت أن الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى مأرب ستكون طويلة ودائمة، وأنه سيشرف خلال تواجده في مأرب على العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وشبوة. لطالما ظهر الفريق علي محسن الأحمر في عدد من الجبهات العسكرية خلال الفترة الماضية، لكن ظهوره هذه المرة يبدو مختلفا بالنظر إلى سياقات المعركة التي تقترب كل يوم من أسوار العاصمة المغلقة في وجهه منذ مغادرته قبل نحو عامين. محسن الذي يعد كثيرون مفتاح صنعاء وقيد معركتها من قبل أن تبدأ، يعود اليوم محملا بالكثير من الوعود والتوقعات في سياق ما بات يعرف بمعركة الحسم أو المعركة الأخيرة في مواجهة ميليشيا الحوثي والمخلوع. نلتقي في كل المحافظات، نلتقي في تعز، نلتقي في ذمارت، نلتقي في البيضاء، نلتقي في شبوة، نلتقي في الحديدة، نلتقي في عدن، نلتقي في اليمن الاتحادية. لا تبدو مهمة محسن عسكرية في المقام الأول، بل إن أفضل ما يجيده الرجل هو كسب الولاءات، وهو ما تعول عليه السلطة الشرعية في تفكيك جبهة الانقلاب حول صنعاء من خلال استمالة قبائل الطوق المحيطة بالعاصمة، بما من شأنه تقليل كلفة استعادتها من أيدي الانقلابيين. وهو ما يبدو أنه قد بدأ فعلا مع انضمام عدد كبير من قوات المخلوع أو تلك التي بقيت على الحياد إلى الجيش الوطني مؤخرا، وأحاديث عن تواصل عدد من مشايخ المنطقة المحيطة بصنعاء مع السلطة الشرعية لإعلان تبرؤها من حلف الانقلابيين. تعطل المسار السياسي والتهام ما تبقى من فكرة الدولة من قبل الميليشيا في صنعاء التي قررت سرقة آخر المؤسسات الدستورية والمتمثلة بمجلس النواب المعطل منذ أكثر من 3 أعوام والمحكوم بالتوافق والمبادرة الخليجية، هو أمر يعزز من خيار العودة للعمل العسكري، وهو تكريس لفكرة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها. ينضم إلينا الآن من مأرب مشاهدينا الكرام رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء، في أي سياق يجب أن توضع به زيارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جبهات القتال المشتعلة في صنعاء والجوف؟ هي زيارة تقع في سياق المسؤولية الوطنية للقيادة العليا للقوات المسلحة. كان المتعارف عليه أن رئيس هيئة الأركان العامة هو الذي يقود العمليات العسكرية الميدانية وموقعه ومكتبه في مأرب، لكن هذه المرة جاء نائب الرئيس نائب القائد الأعلى ليقود المعركة بنفسه ويصل إلى الخطوط الأمامية ويلتقي بالقيادات العسكرية وينتقل إلى أكثر منطقة. هو اليوم زار المنطقة العسكرية السادسة في الجوف بالإضافة إلى وحدات عسكرية ومعسكرات ومواقع في المنطقة العسكرية الثالثة، والتقى بقيادة المنطقة العسكرية السابعة أيضا، وزار قيادة المنطقة والتقى بمدراء الدوائر في مأرب التابعين للمنطقة العسكرية الثالثة. يعني عمل نشاط مكثف منذ أن جاء بالأمس، يعني
من خلال اللقاءات المتوسعه والوصول الى الميدان والاطمئنان على احوال المقاتلين والاطلاع على مخطط على تنفيذ الخطه العسكريه المعده من قبل القياده الميدانيه والمصادق عليها من قبل القياده العليا للقوات المسلحه. يعني افهم انها تاتي في هدف تدشين لعملية استعادة العاصمة صنعاء لا في إطار زيارة تفقدية تجري بشكل معتاد. وطبعا ليس تدشين، هو تعزيز لهذه العمليات. التدشين يكون في بداية العمليات انحضر، لكن الآن بهذه الزيارة هو يعزز العملية العسكرية التي تقنع فيها قرار سياسي، ويتابعها أيضا رئيس الجمهورية أولا بأول، وتشرف على وتشارك في تنفيذها قيادات عسكرية كبرى في المنطقة، ومما يشير إلى أن المسألة لا تراجع فيها. طيب هل يمكن الحديث على أن هناك أيضا أغراض سياسية لهذه الزيارة بغض النظر عن الواقع الميداني والعسكري، خصوصا لما يعني يعرف عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس الجمهورية في ذات الوقت الفريق علي محسن الأحمر من علاقات مع الحزام القبلي المحيط بالعاصمة صنعاء؟ وطبعا العمل العسكري ترجمة لاتجاه سياسي معين، كما يقال ان الاقتصاد تعبير مكثف عن السياسة، فيمكن ان تكون العمليات العسكرية بهذا المعنى. وكون علي محسن يحظى بشعبية كبيرة في منطقتي المأرب والجوف وشبوة وفي المناطق الجبلية بشكل عام، فان هذه الزيارات بالتأكيد فتعزز من هذه المكانة الأمر الذي سيدعم العمليات العسكرية، وهو ما نتمنى أن تستفيد القيادة العسكرية بشكل جيد يعني، وكل القيادات المقاتلة من هذه الزيارة بما يعزز نشاطها وموقفها الميداني، ويساعد في التعجيل بانتصاراتها لكي تتم استعادة الدولة كما يتمنى المواطن اليمني. نعم، طيب في هذا السياق هناك معلومات وردت عن البدء بالفعل بأن هناك مشايخ وقيادات في المناطق التي يعني تقع في الحزام القبلي للعاصمة صنعاء قد أعلنت في الفعل ولائها للشرعية في إطار معركة الحسم، هل يعني يوجد لديك تأكيدات على هذه المعلومات؟ هذا ليس بجديد، هناك قيادات قبلية منذ ما يربو على 3 أشهر أعلنت ولا هذه الشرعية وتخليها عن الانقلابيين بعدما عانت الأمرين من الانقلابيين وسلوكياتهم غير السوية في إدارة الدولة وقيادة المجتمع، حيث أثبتوا بجدارة، يعني الانقلابيون أثبتوا بجدارة أنهم ليسوا رجال الدولة وأنهم دعاة قتل وحرب ويعني إقلاق للأمن، مما دعا كثير من القبائل إلى أن تتململ من هذه السياسة أو هذا المنهج في إدارة الدولة والمجتمع. فمنهم من جاء إلى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة يعلن ولائه للشرعية بشكل مباشر، ومنهم من أعلن ذلك صراحة عبر وسائل الإعلام، ومنهم من أبدأ استعداد لعمل ميداني إذا ما دقت ساعة الانتصار. طيب هل هناك أي معلومات أو تعليمات جديدة بخصوص معركة صنعاء تأتت مع زيارة الفريق محسن إلى المنطقة؟ هذه تأتي في سياق الخطة، ما فيش تعليم. وبعد الإجراءات العسكرية التنفيذية في الميدان لا يمكن أن تقال في وسائل الإعلام، إنما ما أستطيع أن أقوله لك أن العملية العسكرية جارية، وأن هناك خطوات وإنجازات في الميدان، وأنه انتصارات للقوات المسلحة بشكل واضح، وأن الانقلابيون ينهزمون، وأنهم نمور من ورق، وأنهم ليسوا كما كان يتوقعهم البعض، وأنهم يفرون من أمام الجيش الوطني والمقاومة مذعورين إلى آخره. طيب بكلمات قليلة سيادة اللواء، أين هي الخطوة المتوقعة القادمة في الأيام المقبلة؟ المعركة محكومة بظروفها، الخطوة الاستراتيجية الكبرى هي صنعاء. وأي مناطق في الطريق ستكون هدف متتالي بحسب الإنجاز الميداني. أشكرك ركن توجيه أو رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، كنت معنا عبر الهاتف
من مأرب، وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض رئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وضيوفك الكرام وكل المشاهدين. أهلا بك سيد عبد السلام. عودة الفريق علي محسن وزيارته للجبهات العسكرية المحيطة بالعاصمة صنعاء، في أي إطار أنت كمحلل سياسي ورئيس لمركز أبعاد للدراسات ستضعها أو ستفهمها فيه؟ واضح أن أولا الزيارة زيارة عسكرية وليست زيارة مدنية كزيارة رئيس الجمهورية أيام العيد، وخاصة أنها تأتي في ظرف بعد فشل المشاورات وجاءت مع بداية انطلاق عملية عسكرية باتجاه صنعاء. الزيارة أولا هدفها الحقيقي والواضح جدا هو تشجيع القيادات العسكرية والميدان بأن هناك خطوة سياسية عسكرية مع بعض، وأن هناك ربما تفاهم ومن قبل دول التحالف في هذه الخطوة، وأن الفشل المشاورات سيجلب النصر بتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض. أيضا الجانب الثاني ربما هو نقل جزئي لغرفة العمليات العسكرية من خارج الدولة من خارج اليمن إلى داخل اليمن، وأيضا هو بداية لإعادة تفعيل العمليات العسكرية في إطار المناطق المحررة. وربما الغرض والهدف الرئيسي هو إما إجبار الإنقلابيين للاستسلام وتسليم العاصمة والدولة، أو أنه الدخول في حسم عسكري واجتياح العاصمة. طيب سيد، يعني أنت تحدثت الآن عن نقل جزئي لغرفة العمليات من خارج اليمن إلى داخله، هذه الخطوة ما الذي ستؤثره على صعيد العمليات العسكرية وكذلك حتى الجهود السياسية خلال الأيام المقبلة في إطار ما يعرف بمعركة تحرير صنعاء؟ هناك فرق كبير جدا بين أن يتابع القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعمليات العسكرية من خارج اليمن، وبين أن يتابعها واحد منهم كموكل لرسم الخارطة وتتبع مسارات العملية العسكرية من داخل اليمن. بالتأكيد أنها أولا انعكاستها سيكون إيجابيا على الجانب الميداني، ثانيا ستكون إجراءات التواصل أسهل، ثالثا تتيح فرصة للطوق القبلي للعاصمة صنعاء في التواصل مع القيادات العسكرية بالقيادات العليا العسكرية، وهو النائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، لأن وجوده ووجود رئيس الجمهورية القائد الأعلى خارج البلاد لا شك أنه يعرق الكثير من التواصل والاتصال. طيب هل من مؤشرات حول هذه المهمة التي يعني تتعلق بالتواصل مع قبائل الطوق المحيطة بصنعاء، هل من مؤشرات حديثة عن ذلك؟ إذا عدنا للجانب التاريخي سنجد أن قبائل الطوق القبلي في العاصمة صنعاء هم يعني ليسوا معنيين بحماية صنعاء وإنما معنيون بمصالحهم، وكما اخترق هذا الطوق الحوثي وأيضا كما استفاد منه الأئمة في حصار السبعين، هذا الطوق القبلي سيصبح طوقا على الانقلاب، ونتمنى أن لا يكون هناك حصار للعاصمة صنعاء لأنه لا تتحمل الأوضاع الاقتصادية ربما حصارا طويلا، ولكن إذا كان هناك محركات من الداخل أي أن الطوق القبلي أصبح فاعل وليس محايد، فاعل في يد السلطة الشرعية، أنا أعتقد أنه سيغير المعادلة تماما في معركة صنعاء. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد عبد السلام محمد. ينضم إلينا الآن من صنعاء المتحدث باسم المقاومة الشعبية السيد عبد الله الشندقي. مساء الخير سيد عبد الله. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك سيد عبد الله. ما أثر زيارة الفريق علي محسن للجبهات العسكرية؟ بالأصح ما هو الجديد الذي أضافته هذه الزيارة بالنسبة لكم أنتم في الجبهة؟ تحية لك أخي الكريم. طبعا زيارة الفريق الركن علي محسن الأحمر كان لها دور كبير في رفع معنويات الجنود والصف والضباط وقيادة المقاومة وأفرادها داخل جبهة نهم صنعاء. يعني أضافت هذه الزيارة التي قام بها الفريق إلى الصفوف الأولى من جبهة نهم صنعاء يعني تعزيز الثقة
لدى يعني المقاتلين بقيادتهم السياسيه والعسكريه، اضافت يعني رفع معنويات كبيره، واثبتت ان القياده السياسيه والعسكريه جاده على التحرك نحو تحرير صنعاء. لها ايضا لهذه الزياره الاثر الكبير الذي سيكون من خلال تواجد الفريق داخل مأرب وبالقرب من الجبهة بخبراته العسكرية والميدانية، ويعني معرفته الواسعة يعني مشائخ فوق صنعاء وبالقيادة العسكرية والضباط والجنرالات الذين يتواجدون أيضا سواء في صنعاء أو خارجها. سيكون أيضا للخبرات التي يمتلكها وكل هذا الأثر الكبير في الإسراع نحو الحسم. أضف إلى ذلك أن الكلمة التي ألقاها الفريق الركن علي محسن الأحمر في جبهة نهم كان لها الدور في رفع معنويات الجند ويعني في المعركة، وكان لها أيضا الأثر البالغ لدى قبائل محيط صنعاء ولدى الشعب اليمني الذي في المحافظات التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها الميليشيات، لما يحظى به الفريق من قبول لدى كثير الأغلب من الشعب اليمني. سيكون لها الأثر البالغ يعني مضمون الدعوة للناس المتواجدين وللشعب اليمني المتواجد داخل المحافظة التي تسيطر عليها الميليشيات، سيكون لها الأثر البالغ في يعني إيجاد ثورة عارمة وانتفاضة من الداخل، فور وصول قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى يعني مشارف العاصمة صنعاء. سيكون لهذا الالتحام أو الالتئام يعني بين الجيش والمقاومة ومقاومة الداخل التي يعني جاءت جناعة الكثير من اليمنيين قبل كلمة الفريق بممارسات الميليشيات التي تمارسها ضد المواطنين الآمنين، ونهب ممتلكاتهم الخاصة والتعدي على حقوقهم يعني الكثير من الانتهاكات التي مارست هذه الميليشيات أوجدت قناعة لدى هؤلاء ب يعني وجوب القيام ومساندة الجيش والمقاومة، إضافة إلى دعوة الفريق لهم بذلك. سيكون لها الأثر البالغ في الأيام القادمة، كما شاهدنا عندما دخلنا قرى جديدة داخل مديرية نهم كان لأصحاب هذه القرى الدور الكبير في الالتحام بالجيش والمقاومة والمشاركة في التحرير. يعني أضف إلى ذلك أن وجود يعني الفريق علي محسن الأحمر في بالقرب من الجبهة وزيارتها سيكون له الدور أيضا في صفوف الميليشيات في يعني الانضمامات التي نتوقعها في الأيام القادمة وفي صفوف هذه الميليشيات، فور يعني معرفتهم بوصول الفريق يعني وإيقانهم بأن المعركة حتمية وحقيقية. طيب وأن التقدم نحو صنعاء فعلي وسريع. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد عبد الله الشندقي. أعود إلى سيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات. سيد عبد السلام، يعني هناك مؤشرات تتزايد يوما بعد آخر بأن خيار الحسم العسكري بات هو الخيار الذي ستمضي به الأزمة اليمنية، حتى على الرغم من وجود بعض الحديث عن حل سياسي أو دور سياسي أو جهود سياسية هنا أو هناك. هل تعتقد فعلا أن الموقف الدولي سيسمح بالمضي بالخيار العسكري أو بالحل العسكري للتحالف الشرعي للتحالف والشرعية؟ أولا يجب أن نفهم أن الموقف الدولي مهما كان ضاغطا لأن هناك أمن قومي لبلد مهدد وأمن قومي لإقليم، وباستطاعة تشارك الأمن القومي لليمن والأمن الإقليمي للخليج لإحداث المعركة الحسم النهائية التي تؤمن الإقليم، بمعنى أن الضغط مهما كان مبالغا فيه لأنه لا يمكن أن يكون فاعلا إلا في حالة واحدة، هو أن يكون هناك طرف من الشركاء يتوقف منتصف الطريق ولا يكمل المهمة ويستسلم للضغوط. وما نشاهده الآن من إظهار كثير من يعني من بالجانب الإعلامي تضخيم بأخطاء التحالف هو نوع من الضغط الإنساني فقط، ولكن الحقيقة الاستهداف هو لإيقاف العملية لعدم استصنعها، بينما الإجرام الحوثي والميليشيات الانقلابية
إعدامات باليوم واغتيالات وتفجير منازل، أمر أكبر بكثير من الأخطاء التي تحصل بين الحين والآخر. فإذا استسلم سواء الشرعية أو التحالف للوقوف من الطريق، أعتقد أن الضغط ينجح، لكن إذا هناك إرادة لن ينجح، وستكون المعركة الحاسمة والنهائية على هي المصيرية بين الانقلابيين والشرعية، لأن المشاورات لن تجدي أبدا مع هذه الميليشيات الانقلابية. طيب بالنسبة للتحالف العربي سيد عبد السلام، من خلال مراقبتك، يعني هناك كان التحالف العربي دور كبير على الأرض في عمليات تحرير عدن والمناطق المحيطة بها، لكن إلى الآن لم نجد هذا الدور أكثر في عمليات تحرير المناطق في الشمال، مثلا في صنعاء أو في محيط صنعاء وما شابه. هل تتوقع دور أكبر للتحالف على الأرض كذلك على الجو؟ ما هو موقف التحالف العربي عسكريا يعني بشكل عام، مما سيدور في القادم؟ هناك اختلاف أولا للجانب الجيوسياسي الموجود في الجنوب والشمال، ثانيا هناك اختلاف اجتماعي واختلاف يعني عدة عوامل تفرق بين ما حصل في الجنوب وما يحصل الآن في المناطق الشمالية. أقول أن أولا قوات التحالف لا يمكن أن تتورط وتتدخل بريا خلال مرحلة الحسم، لأن مرحلة الحسم سيحسمها اليمنيين، وستكون هناك إشكالية تداعيات تاريخية في حال التدخل. لكن سيكون الإسناد الجوي والعسكري للحكومة الشرعية مستمر، بعكس ما هو حصل في عدن، كون العملية لم تكن حاسمة وإن عملية إنجاز كانت لأبناء عدن. ثانيا الجانب الجيوغرافي أو الجيوبوليتيك، المكان التضاريس تختلف، هنا تحتاج البيئة الاجتماعية الحاضنة معرفة دقيقة للمناطق الجغرافية، بينما هناك كان متاح جدا كجانب ساحلي. وأعتقد أن القوات التحالف بالإمكان أن تساهم في تميم باب المندبة، أي بمعنى تمدد القوات الشرعية ما بين الحرض إلى الحديدة ووصولا إلى المخا، ربما لا إشكال إذا ساهمت على الأرض بقوات متنوعة. وأعتقد أن نعم تفضل أعتقد أن قوات التحالف تدرك معنى الحسم أنه أمر صعب، لكن أيضا التوقيت مهم جدا، ونتمنى أن لا تكون العملية طويلة جدا، لأن العملية الطويلة معناها زيادة الضغوطات، معناها زيادة التداعيات، معناها ربما توقف وبدء عملية مشاورة في منتصف الطريق، ومن ثم قيام الميليشيات لتجديد داخلها بعد إرهاقها وتجنيد والحصول على سلاح نوعين، وهذا أمر في غاية الخطورة، يجب أن تتم العملية العسكرية أولا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد السلام. أعود بسؤال أخير إلى السيد عبد الله الشندقي المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء. سيد عبد الله، خلال هذه الزيارة أو يعني بمعية هذه الزيارة، هل كان هناك مزيد من الدعم اللوجستي وكذلك الأسلحة؟ هل هناك تعزيزات عسكرية وصلت إلى المقاومة والجيش الوطني في مناطق التماس مع الحوثيين في نهم وغيرها؟ يفهم من هذا الدعم إن كان موجودا جدية أكبر في حسم الأمور عسكريا؟ طبعا أخي الكريم، يعني نحن يعني في بداية مرحلة انطلاق العمليات العسكرية داخل منطقة نعم، يعني كانت لدينا أسلحة، سواء من الأسلحة التي جاءت بها قوات التحالف السابق قبل مفاوضات الكويت، أو الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني، كانت موجودة وكفيلة بالعمليات العسكرية التي تمت خلال هذه الفترة. تواجد أو زيارة النائب وتواجده داخل المأرب وأيضا بالقرب من جبهة صنعاء سيكون لها الأثر الكبير في يعني توفير المتطلبات التي تحتاجها الجبهة ويحتاجها الجيش الوطني والمقاومة في العمليات العسكرية الموجودة والتي يعني ستأتي من بعد. سيكون لتواجد النائب الأثر الكبير في يعني توفير طلبات سواء من أسلحة أو ذخائر أو غيرها، لأن يعني قوات التحالف العربي
تتعامل رسميا مع الحكومة والقيادة الشرعية، وبالتالي أي طلب من قبل قيادة الجيش الوطني سواء يعني نائب رئيس نائب الرئيس للقوات المسلحة أو رئيس القائد على القوات المسلحة، يعني أي طلبات من قبل قبلهم القوات التحالف تتوفر ويعني تأتي في حينه. فنأمل أن تكون الاحتياجات القادمة التي تحتاجها المرحلة والجيش الوطني أن تكون متوفرة من خلال وجود النائب بالقرب من المعركة، وهذا ربما هو الذي سيحصل في خلال الفترة القادمة. نعم. المتحدث باسم مقاومة صنعاء السيد عبد الله الشندقي كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى السيد عبد السلام محمد بسؤال أخير. سيد عبد السلام، حينما تم تعيين الفريق علي محسن الأحمر كنائب لرئيس الجمهورية وكذلك كنائب للمقاومات للقائد الأعلى للقوات المسلحة بالتزامن أيضا مع تعيين رئيس الوزراء جديدا، كان هناك حديث حول أن المرحلة هذه مرحلة يجب أن تكون خالية من الأخطاء. إلى حد الآن بتقييمك إلى أي مدى نجحت هذه القيادات الجديدة في أن تكون كذلك، يعني تمثل هذه المرحلة خالية من الأخطاء؟ اولا لابد ان نفهم ان الشرعيه لها الحق يعني في تعيين قائد من هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، او قائد قديم او قائد جديد او اعاده شخص متقاعد، لكن الاصل ان مساله الدفاع عن الشرعيه والمقاومه الموجوده على الارض هي عمل مؤسسي تماما، يعني بوجود علي محسن او بغير وجوده، بوجود رئيس الجمهوريه او بغير وجوده، هي تماسست ذاتيا من منطلق الحاجه، ثم ثم كان الإشراف عليها من خلال الشرعية يعني أداة من أدوات استعادة الدولة. أعتقد خلال الفترة الماضية منذ تعيين علي محسن وبعض التغييرات كان هناك ربما الوقت الكبير جدا المتاح في عملية المشاورات السياسية أكثر من العمل العسكري، لكن هناك أيضا كانت استعدادات عسكرية على الأرض بتدريب مقاتلين بإنشاء ألوية بالحصول على سلاح نوعي، وهذا شكل قوة يعني كامنة داخل الشرعية استفادت من خلال هذا التوقيت. وأنا أعتقد أن الأمر ما يتعلق بشخص علي محسن هو في غاية الأهمية في هذا الظرف لعدة أسباب. أولا شخص من الشخصيات القليلة جدا التي لها معرفة بتنوعات واتجاهات الجانب القبلي والاجتماعي، والتنوع ايضا داخل المؤسسه العسكريه التي استطاع علي عبد الله صالح خلال الفتره الماضيه ان يبنيها بناء مشوه، وهذا الامر يمكن ان يساهم الشرعيه في تفكيك بعض الشفرات الى حين حصول استعاده الدوله، ثم بعد ذلك اعتقد الشعب اليمني له حق في خيارات الخيارات. رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدر في الإعداد وبقية أفضل الطاقم الفني. إلى اللقاء.